بديت التسجيل. ها طيب، نحن طبعا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للأخوة اللي حضروا معنا الآن، نحن تكلمنا عن هذا السيستم، إيش فائدته أو إيش راح يكون عملي فيه بعد ما عرفنا كيف نسجل في هذا السيستم، كيف نفعله، إنه راح نعرف المبيعات اللي صارت بالنسبة لنا، كم حققنا مبيعات، كم حققت مجموعتنا، من الأعضاء الجدد اللي دخلوا معانا، نعرف من النجوم المؤهلين أو الماسيين المؤهلين. إيش فائدة هذه المعلومات معرفتها؟ هل واحد عشان يقول والله أنا ما شاء الله معي عدد هالكثير ينضمون مع، لا، هذه عشان نعد خطة عمل، لأنه هذا عملنا يا أخواني، أرجو أن تنتبهوا له، هذا عملنا ما يحتاج رأس مال، وإنما يحتاج إيش؟ رأس. أي يحتاج إنسان ذكي سمارت يشتغل، بس ما يحتاج منك رأس مال. هذول يعني أنا بالنسبة لي مثلا هذا العدد 7000 عضو، لو كنت أنا بمستوى من الإمكانيات العقلية والذهنية والمهارات اللي أقدر أوظف طاقات هذول 7000، أصير إنسان ما شاء الله، يعني كأنما صاحب شركة موظف لي 7000 شخص بالضبط. كل شخص راح يؤدي عمل معين، أنا راح أخذ عليه نسبة معينة بشكل أو بآخر. أنتوا تعرفون يعني تقسيم المجموعات، يعني ما أنا مو في صدد شرح الخطة التسويقية الآن، وإنما تعرفون أنتوا بالنسبة لعمل المجموعات في مجموعة شخصية ومجموعة نجمية ومجموعة ماسية، وكل مجموعة لها عمولاتها ولها أرباحها بحسب العمق ويعني هامش الربح اللي تستحق السلعة. وبالنهاية أنا راح أخذ حصة من الأرباح إذا اشتغلت صح. طيب هذا كله أنا ما في وسيلة للوصول إلى هذه المعلومات لما الأعداد تصير بالآلاف إلا هذا السيستم. لا يمكن أنا أدري عضو بالسعودية في جدة اشترى كم، وأنا عندي مثلا 500-600 عضو، كيف أريد أتابعهم؟ صح، ما صعب جدا. طيب أنا عندي 3 أضعافهم مثلا في العراق، ومثلهم في الإمارات، ومثلهم في ماليزيا، صعب هذول جدا أتابعهم. فالسيستم موجود، هو راح ينطيني الإحصائيات بدقة متناهية. هذا القسم اللي هو أهم قسم هو لايف مباشر، خلال كل 24 ساعة يتحدث والبيانات توصل لي بشكل دقيق. طيب نحن أيضا بعد ما خلصنا اللي هو هذا الماركتينج لهذا هو القسم اللي قلنا عليه إشارة لايف، أيضا نحتاج نعرف. طبعا شوفوا هنا هذه معلومات اللي تخص فتح الوكالات الفرعية في ماليزيا. طبعا أنا مسجل على حساب ماليزيا، ولذلك قاعد أشرح، ما أعرف ممكن في الدول العربية غير، يعني في القرى، يعني الأشياء الرسمية، شروط العضوية، اللي يريد ينزلها ممكن ينزلها من هنا، موجودة في هالملفات كل التفاصيل. لأن بعض الناس يقول لك ما أعرف أنا كيف من وين أجيبها وكذا، كل شيء مكتوب هنا، حتى ما يحتاج تراس الإدارة، كيف تفتح فرع، إيش شروطك كعضو، يمتى ينفصل العضو، إيش الأشياء اللي لازم تسويها، والأشياء يعني الأشياء القانونية. طيب موجودة طبعا، تقدر تنزلها على ملفات بديل. الآن هنا راح تكون طبعا شرح على الخطة التسويقية. ها آخر رقم تواصلي معاهم، شوف جاي أقول لك مثلا أرباح بيع التجزئة ريتيل بروفت من 15% إلى 25%. قبل يوم سألني أحد الأشخاص باتصال خاص، نحن أعضاء في بعض الأعضاء يجيبون من دول من ماليزيا، هل يجوز لهم يبيعون بسعر أعلى من سعر اللي محددته الشركة بالأرباح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ الشركة قاعدة تقول لك تبيع سعر غير العضو، هذا الليمت اللي لك، وحاطة هي سعر غير العضو، يجوز أنت تبيع أعلى من هذا السعر؟ أعلى ولا أعلى؟ طبعا أرخص أيضا تعتبر، يعني أيضا يجوز لو ما يجوز؟
تجارة. ها؟ أنا أشوفها تجارة. حقيقة الشركة كقانون لا تسمح بذلك. حدد ولا هي كان تركت السعر، هي حددت سعر العضو وسعر غير العضو. ليش حددتها؟ حتى ما تصير إشكالية بين الأعضاء. أنا أريد أخرب على خالد، إيش أسوي؟ أنزل في السعر. هو يريد يبيع وهو من حقه يبيع بهذا السعر، يعني حتى يعني السلعة حتى ما يصير فيها تضارب لازم لها سعر واحد في السوق، صح؟ فأنا أريد أضارب وأسوي لي مشاكل لجزء الأعضاء الثاني، شو أسوي؟ أنزل بالسعر. بعض الأعضاء شو يسوي؟ ينزل حتى عن سعر العضو على سبيل أنه هو يستفيد منش من النقاط. ما يجوز، لا تزيد ولا تنقص. لكن في بعض الأعضاء مثلا ينقلونها من ماليزيا إلى دول ثانية، أصلا ما موجود هذا المنتج هناك ولا خاضع التسعيرة معينة، وفي دول أصلا ما فيها فروع، لا فيها سعر للعضو ولا سعر غير العضو، أصلا إلى الآن ما فيها فرع مرخص. والله أنا هذا حسب تكاليفي وخسائري اللي تكلفتها يعني، والأشياء يعني هذا الأصل في السوق الحر المتروك حسب العرض والطلب، المنافسة فيه تكون حسب العرض والطلب. أي تاجر ذكي يريد يربح ويمشي بضاعته شو يسوي؟ لازم يبيع مثل ما الناس تبيع، صح ولا لا؟ فبالتالي السوق راح ينحكم بوفرة السلعة أو عدمها. لكن أنت تتكلم مثلا عن منتجات الآن قاعدة تروح على لبنان، على الجزائر، على المغرب العربي، ما في فروع هناك، وبعض الأحيان بعض الأعضاء يخاطرون ممكن في المطار يشلون عليه كل المنتجات وتروح ويتكلف تكاليف كثيرة. تجي تقول له لا والله ما يصير، أنا أنت لازم تبيع بسعر له، يقول لك يا عمي أنا وش يخصني، أنا لا شركة ولا شيء، أنا رجال هذا المنتج خسرت عليه هذه التكاليف، تريده بهذا السعر عاجبك ما تريده. لذلك لا يلزم عضو في دولة لم تسعر فيها الشركة الأسعار حتى الآن أنه يبيع بهذا السعر. لكن الدول اللي مثلا خلينا نقول مثلا الريشي في الإمارات، في العراق، الوكالة مسعرته بسعر نفس هذا اللي موجود عندهم، مو النوعية الكبسول اللي يجي من ماليزيا، مو البوتنزي، مو الأندروجي، هاي الأنواع ما موجودة عندهم. طيب فيفترض أنه مو يأخذ من الوكالة وهو يروح عشان يعني يكسر حتى على الوكالة، يعني يروح يبيع بقل أو حتى يخرب على مجموعة ثانية يروح، يعني هذه أخلاقيات مو أخلاقيات مهنة، واضح؟ ولذلك الشركة حددت هذه الأسعار حتى لا يصير إشكالات، يعني هذا من باب التنبيه بشكل عام. طبعا أنتم تعرفين هذه، أنا ما لا داعي أدخل في تفاصيلها، هذه تفاصيل خطة تسويقية يعني مو موضوعنا اليوم. طبعا هنا هذا الستارت كيت اللي هو الكتيب، هذا بإمكانك لما تكون أنت مثلا معك اللابتوب أو الآيباد في كوفي أو كذا وتريد تشرح تحمله وينعرض على شكل كتاب ويتصفح ومن خلاله تقدر تشرح العرض بالباوربوينت. طيب هذه اللي قلت لك يسمونها لوحة تحكم في اللغة العربية، يعني ترجمة خطأ كانت، خلنا نلغي هذا لأنه تحميله جاي آخر. طبعا هذا القسم الآن اللي يريد نفتحه هو يتكلم عن يشرح بشكل رسوم بيانية دقيقة جدا.
وهذا الرسم حقيقة مفيد جدا، يعطيك مثل غزال تقرير متكامل مهم جدا. شوف الآن قاعد يقول لي كل شهر بشهر يطلع، يقول لي نقاطك بهذا الشهر الشخصية BBV Personal Point Value 331، نقاطك بالمجموعة الشخصية 6571، للمؤهلين الستار ايجنت عندك 6، الستار دايمون 2، نقاطك بالمجموعة الماسية 16547 BV، ايش ركامين الاعضاء الجدد عندك 434 عضو، الاجيال اللي موجودة عندك، العمق اللي موجود عندك موجود الان 34 جيل. بعدين يبدي يتكلم لك مقارنة بين مبيعاتك الشخصية والجروب. فشوفوا يعني لا بس هذا حق شهر بس، هذا الشهر بس إيه، لأنه مهم جدا على أساسه راح تعرف كم راح يصير دخلك، وتحتاج من خلال هذه البيانات. إحنا قلنا إيش نسوي حتى نعد خطة متابعة، إيش راح أسوي بكرة، شنو المطلوب مني اللي راح أسوي. فالآن هو شوف يبدأ لك من يعني تقريبا من خلال 6 أشهر، وهذا مهم جدا حتى تقارن، يعني قارن حجم، شوف المبيعات الشخصية. إذا عندي في فبراير مرتفعة كثير، يعني كم ضعف، مسافة كبيرة جدا بينه وبين مثلا جنوري. ففي إذا المجموعة الشخصية اشتغلت حلو هذا الشهر سهل. أوكي، لأن مثلا كان الشهر اللي قبله كانت بحدود 1400 أقل وهكذا. طيب هذا ايش تفيدني هذه التقارير؟ انت كانما قلت لك مدير شركه عالميه، تخليني يعني اذا انا انسان قلت لك بس يحتاج انسان ذكي، الان كل البيانات المهمه للنجاح موجوده عندي، بس شلون اشتغل؟ شلون راح احرك التيم عندي؟ اذا راح اشوف انا شنو، ما زال صار عندي معدل نمو جيد بالمجموعه الشخصيه، ممكن طبعا اذا شفت الدخل هذا الشهر كان مرتفع بشكل كبير، هذا راح يخلي عندي نظرة استراتيجية على المدى البعيد، انه دائما لازم اركز ايش على بناء مجموعة شخصية، لانه هذا من الجوانب اللي راح تزيد مستوى الدخل عندي. فانت على اساسها تبدي تخمن وتشوف وين الخلل اللي عندك، ليش احيانا يصعد الدخل ليش ينزل. طيب الآن هو طبعا جاي يتكلم هنا مانثلي توتال جروب بي في، يعني مبيعات الجروب شهرية من أيضا الشهر السادس. طبعا الثالث قاعد يتكلم لك عن البونص، شوف البونص هو هذا راح تقارنه. طبعا إلى الآن احنا ما معانا مال شهر فبراير اللي هو بي زاد المبيعات بشكل كبير بالنسبة للمجموعة الشخصية. طيب هنا في شهر اكتوبر بحدود 14000 كسور، لكن في شهر نوفمبر نزل على 13، رجع في شهر ديسمبر حوالي يعني بحدود 16 وشوية، الآن في جنوري نزل تقريبا أيضا 13 نفس المستوى. طيب ليش نزل ليش صعد؟ إذن هذه الأمور لازم أقعد أشوف شلون كان التحليل بالنسبة للبيانات اللي عندي، ومعناها لازم أبدأ أقارن وأعيد حساباتي. إذا ما في خطة بدون نظام الإيورد. ها؟ تنزل مارس 10 بالشهر 9 تنزل. تنزلوا هذيك الساعة أقدر أقيس. الآن طبعاً أنتوا تشوفون يعني في الأشهر السابقة اللي كان فيها الدخل يصعد ينزل، يعني نوعا ما متقاربة، ماكو هذاك التفاوت الكبير اللي مثل موجود الآن في هذا الشهر في مستوى المبيعات. فإن شاء الله من خلاله راح أعرف، يعني راح يبين عندي إيش الخلل، مع أنه أنا متوقع حقيقة راح يصير عندي نزول كبير هذا الشهر. ليش؟
اي لانه في اعضاء طلعوا عندي كثير سووني في النسب وتفوقوا، فبالتالي يعني متوقع انه عمليات الحجب زادت، لكن عندي مبيعات شخصيه، هل هذا راح يعوض؟ نعم راح نشوف، هي راح تبين انت عندك لما يجي الدخل راح يبين عندك اكثر، لانه هذه الحقيقه اكو اشياء نظريه ما تفهمها الا لما يصير معك تطبيق عملي. عموما هو هذه فائده والله هو انا اعتقد هي عمليات الحجب، احنا مشكلتنا كلها قاعد يصير بالحجب. نحن العرب بما انه طبيعتنا عاطفيه او يعني ما عندنا الاسلوب الصحيح في بناء البزنس، هذا بشكل عام يعني ما له علاقه بالام ال ام. حياك الله. نبنيها على اساس الاحباب والاصدقاء. فمثلا انا احب الاخ ما شاء الله شكله وكذا خلاص مرتاح له، طيب ممكن هو ما له علاقه في البزنس وهو بما انه يحبني هذا صارت معي يعني اي شيء يقول له كمال يلا مرحبا خلاص خلينا شغالين يا ابو فلان انت لك والله بس يا اخي ما مشكله شيء حلو منتجات حلوه من هالكلام ويقعدون هنا انا شايفهم كلام واحد يجمع واحد يرفع واحد يكبس مو يم الموضوع. فطبعا ايش اللي راح يصير؟ راح يصير عندي مجاميع من الناس موجودين عندي بالشبكه هم اصدقاء واحباء وحابين الفكره لانه فلان فيها، بس في خطه عمل لا، متى تصير كرام امبسدر ما يدري، كم الدخل تتحقق من ديكسن ما يدري، كيف شو خطتك لمجموعتك ومتى راح تصير ستار دايمون ما يدري. طيب ايش موضوع هذا السيستم والايورد اللي حاطته الشركه ما يدري ولا فعله، وبما ان انا احبه واريده ينجح اصلا قد يكون انا مهتم، طبعا انا اتكلم لك عن شخص المهتم الان الليدر، فايش راح اسوي؟ انا يعني حتى ابو انس يكلمني عن احد الاخوه ما قاعد يسجل صح؟ لا وقفه. طيب الان نتكلم عن هذا القسم، هذا القسم اخواني مهم جدا، هذا بي فيديوهات وصور للماركتنج للتسويق، طبعا هذه جاهزه للمونتاج، كثير من الشباب ما يدرون فيها، طبعا الفوتو ما في تروح على الفيديو ها خلاص تشوف الفيديو لا تدخل من هنا وانا اخاف اعيد، لا انا اعيد لك يا حلو، تقدر يعني بدقه عاليه وموجود بعده لغات انجليش اسباني ما اعرف ايش فرنسي بعده لغات، وتقدر تحط فيها رقم عضويتك واسمك. طيب في ايضا شيء مهم جدا ما يعرفونه كثير من الاعضاء، تعرفون ان كل عضو ممكن يسوي له بيرسونال ويب سايت، في ابلكيشن خاص تدخل عليه، حتى لما تحيل الناس الى موقع الشركه ما تحيلهم الى موقع الشركه العام وبعدين يروح يسجل ويا اي واحد وكذا، لا يروح على موقعك الشخصي اللي خاص فيك، في نفس البيانات والمعلومات اللي موجوده اللي تعرف بالشركه الميديا والكذا والفقرات وكذا وبشكل رسمي، بس مكتوب لما يدخل شيء باسمك من هنا تقدر تسوي له تحرير هذا الابلكيشن، تكتب ماي ستوري قصه نجاحك، كونكت وسائل الاتصال بيك، طبعا من تدخل تريد تفتح هذا الابلكيشن هو موجوده البيانات هذه موجوده، يطلبون منك، انا طبعا مفعل هاي الخدمه، هو راح يختار الايميل اللي انت مسجل بيه اوريدي، بس يطلب منك تسجل الامتداد اللي راح يوافقون عليه اللي على اساسه تحجزه ضمن الدونيم مالهم. فمثلا انا مختار اللي انا اراويكم اياه كمال، هذا تاع كمال m.mydxn.net، طبعا انا هذا باللغه الانجليزيه لان ما في باللغه العربيه، تقدر تسوي له تحرير انا ما مشتغل عليه، بس الحلو فيه هذا لو يريد يدخل join now التحق يعني بالشركه او سجل ها وشوف وين راح يودي، على قسم التسجيل، وما عنده اي خيار الا يسجل تحت كمال، اسمي موجود ورقم عضويتي موجود، حتى لو راد يشتري راد كذا ما عنده الا هذا الرقم. فانت هذا تقدر تسوي طبعا بعد ما تملي البيانات الخاصه بيك بالامتداد، هو راسا راح يسوي له بحث يقول لك هذا محجوز او ما محجوز، مثلا لما تكتب اسمك
يعني أنا مثلا لما جيت أحجزه هذا بالبداية ما قبل على كمال فقط، لما ضفت له أم اللي هو اسم الوالد مثلا أول حرف من اسم الوالد وافق عليه خلاص، لما يوافق عليه يحجزه تنتظر خلال 72 ساعة يرسلوا لك رسالة على الإيميل بأنه تمت الموافقة، تروح تلقاه جاهز موجود به المواد الرئيسية. يعني هذا لو تشوفونه باللغة الإنجليزية حيل استفاديت منه، يعني أنا لغة الإنجليزية ضعيفة مثلا، هاي هنا يتكلم على الشركة، هنا أكو يعني كثير من المحاضرات والمقالات اللي باللغة الإنجليزية للمدراء للمنتجات، ففي تعريف تقريبا شبه متكامل باللغة الإنجليزية، ممكن طبعا الفرنسية موجود والأعتقد الإسبانية فموجود كذا لغة فيها، فهذا الابليكيشن كل اللي مسجلين على ماليزيا يقدرون يفعلونه، أعتقد اللي في الخليج غير ممكن، لأنه أرسلت لبعض أعضاء قالوا ما أصلا ما قاعد يطلع لنا personal website. فنحن بما أننا مسجلين عن طريق ماليزيا هذا مفعل عندنا يعني حتما، وأنا كثير من الأعضاء فعلت لهم إياه، ما أدري الآن إذا فعلوه بالخليج أو لا. طيب الفيديوهات كانت عن طريق هذا ديكسن جيركسي. طيب اللي يسألون على الرحلة الدولية TSI ترافل سيمينار، ها هذا هو يحسب لك، يعني شوف يقول لي الآن التارجت مالك حتى تطلع برحلة الستار ايجنت. الحلو في ماليزيا عندنا رحلة خاصة بالستار ايجنت ورحلة ثانية خاصة بالستار دايموند، طبعا رحلتين تحصلها. فسووها 155. طيب اي شوف بس مثلا انا يعني خلال هذا الشهر طالع على 50، طالع على 50 خلاص زين، سوي لك مجموعة بعدين خلال شهرين ثلاثة يعني. هذه مرة واحدة بالسنة؟ ولا في لا كل سنة، كل سنة. ليش تريد تسافر أكثر من مرة بالسنة؟ لا يعني تقدر تسافرها كل سنة؟ كل سنة إذا طلعت مثلا كل سنة. هي في ناس صاروا يرفضوها، هذا أبونا صار له سنتين يرفضها، قال لك مليت من السفرات. كل سنة سفرتين سفرتين سفرتين، مو كل الناس تقدر، خصوصا اللي مثلا أبو هاني نفس الشيء عند التزامات ودوام في يعني في الحكومة ما يقدر كل سنة يسافر. حسب يعني هالسنة مثلا في الشرق الأوسط رحلتهم كانت ما شاء الله حلوة في كروز بحري، تبدي من إيطاليا فرنسا إسبانيا ورجعون بعدين على إيطاليا. هناك عندهم الماسيين والنجوم كلها يطلعون تارجت واحد، سفرة واحدة. والله هم يعني بما أنها سفرة واحدة فهم عملوا لهم إياه أطول، يعني 9 ليالي. ترى إحنا نعدنا 5 ليالي، 5 بـ5. إيه بس هي نفس الشيء يعني بالنهاية. مو شرط. مثلا السنة الجاية أتوقع إنه بالعكس الشرق آسيا راح يطلعون على أوروبا. بس هي طبعا ليش تتقسم؟ الآن مثلا اللي بأوروبا ما تقول له فرنسا واسبانيا وايش هو، يقول لك انا ما اريد اطلع اصلا فرنسا واسبانيا، هذه فرنسا واسبانيا اروح لها بالقطار. لذلك هم مثلا في اوروبا يختارون العام سافروا 150 قالوا اريد اروح على دبي. والان الحمد لله يعني ان شاء الله مع ظهور المجالس الماسيين الان قريبا ايضا مجلس الماسيين راح يتشكل في العراق، ان شاء الله يكون لهم راي حتى في اختيار الرحله، يعني مثل ما قاعد يصير في الفلبين وبعض الدول في اندونيسيا، انه هذه الدوله اريد اروح لها الشركه ما راح تمانع، هي فلوس دافعه بالنسبه للرحله الدوليه. وهو ترى الاهم منها هو انك تحضر مع الناس وراح تصير اكتيفيتي وانشطه وكذا. تجمع نقاط خلال كم 12 شهر ولا 14 شهر؟ خلال 14 شهر، يضيفوا لك شهرين زياده، يعني هذا اني يدبل على هذاك الشهر وعلى هذا الشهر خلال 14 شهر. ايش في؟ طيب اذا خلصنا من هذا شفنا، شوف الفوائد، هذا في قسم واحد اسمه الماركتينج، هذا اللي شرحناه من العصر الى الان قاعد نشرح في قسم واحد اللي هو الماركتينج. عرفنا كيف نعرف نقاطنا للرحله الدوليه، عرفنا كيف نتابع مجموعتنا، شنو الاشياء اللي راح نستفيدها يوميا نطلعها لازم،
كيف راح نبني الخطة مالتنا؟ إذا لا حد يضحك عليك يقول لك أنا أقدر أسوي خطة وهو ما يدخل على نظام الإي وورد. خطة شو أنت اللي تسويها يا عمي؟ وين رايح؟ أنت ما تعرف مجموعتك ولا تعرفهم عددهم ولا على من تشتغل ولا بمن تبدأ ولا من الأهم يعني أو يستحق أكثر متابعة. فالأساس أنك تعرف المجموعة. طيب لو ردنا اي تظهر في قسم خاص في نقاط الرحله الدوليه اي اي يطلع تي اس اي بوينت يعني ما تظهر لك ابديتد زي النقاط العاديه مش كل 24 ساعه لا 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 هذه تبقى ها موجوده هناك كل نهايه شهر ويصير عليها ابديت طبعا نهايه شهر يصير عليها ابديت. طيب يا شباب الان نجي على البونص. شايف انت عندك الان اثنين مكتوب المانثلي بونص اللي هو هذا النظام العادي اللي احنا شغالين عليه والاي او سي اللي هو نظام ثاني الى الان ما دخل ماليزيا. هذا البونص ماله مختلف, هذا خطته مختلفه تماما. حتى ما في انك تحقق شهريا 100 نقطه, ما مطلوب منك لمره واحده تشتري او مرتين باكج وخلاص تبدي تاخذ عمولات على اللي موجودين الاعضاء اللي معاك بس ال 12 جيل فقط. طبعا هو هذاك شغل تجار, واعتقد اللي المقترح اللي ليش هم منفذين هناك على اوروبا هو الاوروبيين لانه ناس هم مبيعات يعني يشتغلون على المبيعات. فهذا النظام تريد تفعله ممكن تفعله الان بس لازم تسجل عن طريق تركيا او اوروبا. اذا كان عندك اعضاء بهذيك الدول ويريدون حابين يشتغلون بهذا النظام فضروري تسجل على اساس تضمن انه تستفيد من الارباح مالتهم. طبعا اللي معاك بالشبكه وسجل, حتى لو سجل قبلك مبيعات اللي اشتراها قبل ما راح يجيك منها شيء, لكن بعد تسجيلك السيستم يضمن لك حقك. ها طبعا احسن لانه هو راح يشتري مره واحده يعني او مرتين, لكن ممكن يجيب اعضاء ثانيين يشترون. عموما يعني ما اريد ادخلكم, هذا تفاصيل ثانيه وخطه ثانيه وعمولات ثانيه ما لنا علاقه فيها, بس للتعريف انه هذا الان ما راح يطلع عندك شيء منه. يعني شغلنا هنا طبعا اللي يطلع 3 شهور فقط. سيستم قبل التحديث كان احلى يطلع ل6 شهور, الان 3 بس. طبعا هنا يطلع بشكل مختصر, هنا يطلع لك على شكل ملف الستيتمنت بي دي اف وتقدر تحمله وتطلع به كل التفاصيل. يعني لو عندك ماسي والماسي مجموعه كبيره, مثلا انا عندي ماسيين الان في تركيا في العراق في لبنان في الامارات وفي ماليزيا, هذول الماسيين بهذه الدول الاربعه عندهم مجموعات كبيره. يعني ذاك اليوم اتكلم مع احد الاخوه في تركيا قلت له فلان انت اجتني عموله عن طريقك ليدرشيب بونص من اندونيسيا, انت مين عندك في اندونيسيا؟ قال والله ما ادري, مجموعته كبيره. فشي يسوون الجميل في الشركه انه لما يجون على كل دوله من الدول اللي فيها فروع دي اكس ان يريد ينطونك عموله القياده, فيجون على هذا الشخص اللي اسمه مثلا عمار عراك في تركيا, يجون عليه ويحطوا لي مثلا في اندونيسيا يقولوا لي جاك من عمار عراك هالكثر بحسب البي في والاس في في اندونيسيا ليدرشيب بونص. طيب عنده في تايلاند, في تايلاند عنده في تركيا لانه اصلا في تركيا, عنده في العراق, عنده في الاردن, عنده لحد ما يخلصون هذا من واحد, عرفت؟ فيحسبون كل دوله على جهه عموله ليدرشيب بونص, وهكذا في بقية المجموعات. فأنت تأتيك من يعني أنا طبعا بروحها الستيتمنت يراد لمحاضرة خاصة شرح فقراته بروحها. أنا تقريبا مجموعتي تعتبر قليلة جدا, البونص مالي ما بين 12 إلى 14 صفحة شهريا تفاصيله. هذا هو يتكلم لك مو بكل التفاصيل بس مجموعتك الشخصية يفصل فيها, بعدين يرجع يعطيك علاوات تطوير وعلاوات قيادة بس, لأن هذول كلهم علاوات النجوم والماسيين كلهم مجموعات منفصلة. ليش منفصلة؟ طبعا احنا قلنا اللي يفهم الخطة التسويقية راح يعرف انها منفصلة لان هامش الربح منتهي واعداد دي اكسن
غير منتهية يعني مستمرة تتوالد الأجيال، وبالتالي لا يعقل أن هامش ربح السبعة يتحمل كل هذه الأجيال. فهذه مجموعات مغلقة، لكن يعطيك بالجملة عليها شيء بسيط، بما أنك فرد هذا الشيء بسيط يطلع شيء كبير، لأنه إذا يعطيك 5% من مبيعات مجموعة ماسية هي طبعا ولا شيء، صح؟ 5% من مجموعة مبيعات ماسية، بس هي المجموعة بالنسبة لي كشخص شيء كبير. يعني غالبا المجموعات الماسية يعني أعدادهم ما بين 500 وشخص وفوق، يعني هكذا يعني أقل تصور ممكن تكون مجموعة ماسية، صح؟ لأن أتوقع أنت مثلا يكون معاه 30-40 كل ستار ايجنت، فهم بحدود 500 وفوق، بل بعضهم أزيد من 500. يعني مثلا الآن الشيخ يعقوب معاه يمكن بحدود 2000 شخص تحته، فهذا لما تجيني 5% يعني مبلغ من بعدين ارجع اخذ عليه، والنجوم اللي عنده علاوات تطوير بحسب الاجيال للجيل الخامس مبلغ، وترجع تاخذ هو كمجموعه ماسيه منفصل، طيب والماسيين اللي معاه، فهكذا تتجمع الارباح. طيب اي بوينت، هاي نقاط الكترونيه، هذه حقيقه من الاشياء للامانه انا ما عندي تفاصيل كثيره فيها، لكن أنا جتني منها مرة أرباح، لأنه أحد أعضائي سوى توكيل لاستلام في لبنان، سوى توكيل لاستلام عمولته اللي فتحولت لي على النقاط الإلكترونية، فاستغربت كنت أسألهم كيف هو مبلغ كان حول بحدود 3700 رنجل، قالوا إحنا حولناها لك، وين حولتوها، شلون حولتوها، فقال روح على الإي بوينت، فكنت أتابعها هنا وكانت تتحول بعدين على الحساب مالي النقاط، وكاتبي لي انه هذه جايتك من العضو رقمه كذا كذا كذا، فبس ما عندي تفاصيل كثيره عليها. الاول واحد هو باقي العموله من الشهر الماضي، يعني الشهر الماضي انا ما عمولتي ما تتكرر هنا ابدا، يعني مثلا عمولتك انا ذات البنك اخذت 1500 عندك يبين لك كم باقي لك، انا ما اعرف لانه يمكن تنزل بالحساب، شوف الان باقي 52 سنت من المبالغ اللي تحولت، يعني أنا ما قادر أسحبها خليها زين. فبس قصدي إنه ما في يوم من الأيام لقيت المونثلي بونص متحول على الإي بوينت على النقاط الإلكترونية، فما فاهمها حقيقة يعني إيش تفصيلها بالضبط، لكن قلت لك من جاء مبلغ تحويل من مو من دخلي وإنما من دخل ثاني، لأنه طبعا أنا البونص اللي على طول يتحول على البنك في يوم 9 في الشهر، حتى لما ينزلون الاستيتمنت اذا نزل قبل يومين او ثلاثه يكتبوا لي بتاريخ كذا راح يعني راح يتحول على يور اكاونت، يعني رقم حسابك. هذه طبعا ايضا يعطيك الحاله للمبالغ اللي سحبتها وكيف الان موجوده، يعني كيف تحولت المبالغ واللي سحبتها، الريبورت التقرير الماي اكاونت. هنا طبعا راح نجي على فقرة مهمة جدا في ماي اكاونت، طبعا هذا البيرسونال انفورميشن يعني معلوماتك الشخصية، ماي اوردر في حالة انك طلبت اشياء اونلاين ايش وضعها، اللغة الطلبية راح توصلك ما راح توصلك، احنا في ماليزيا الحمد لله مفعل عندنا الطلبات ولا اي شخص عنده فيزا يقدر يشتري خلال 3 ايام توصله للبيت، كثير من الاعضاء ما يستخدمون هذا، ميزة حلوة جدا أنا استخدمتها مرة مرتين، جابوا لي والله هنا إلى المكتب، إذا كان مشترياتك فوق 500 ما يأخذون عليك ولا شيء، حتى ما تتشرج يعني شحن، أقل من 500 راح يأخذون عليك 10 رنجل، أي تدخل وعلى طول تسوي يعني عن طريق الفيزا إذا معك الفيزا أو الكريدت، وتدخل من المشتريات وتدخل المنتجات اللي تريدك، والله أحسن لك، أحسن حتى من تروح الفرع، يعني دوخة وانتظار وضياع وقت. اللي مفعل معاه حساب البنك أروح له والله يحقق النقاط، أنا نقاطي أحققها، بس هو في عيب واحد أن إذا دخلت من حسابك ما تقدر تشتري إلا على حسابك، وأنا أحيانا أكون أريد أسجل للوالدة ولا أحد الأصدقاء وكذا، فيصير أنا رايح أقول ليش يلا، وإلا إذا أريد على نفسي لا عادي أسوي أوردر، بس انتبه لا تسويه في آخر أيام، لان احيانا يستلموا الطلب انت مسويه الساعه 12 بالليل او الساعه 11 وبكره راح يدخل شهر جديد، الطلب راح يتحول على الشهر الجاي وتروح عليك نقاط شهر، فتسويه قبل 3-4 ايام.
لانه هم اذا طبعا طلبك راح يكون موجود ريكوست بالانتظار، وعلى ما يداومون مثلا يكون ما يصادف يوم اجازه، عارفين انتم الماليزيين هنا في ايام الويكند ما يصادف يوم اجازه، على ما يداومون ويشوفون الطلب يبدون ينزلوا لك اياه في السيستم. فيعني الاونلاين مو معناه انت على طول راح تتحول، يعني الاونلاين ما مرتبط على طول في السيستم وراح تنزل نقاط، وانما راح يروح لهم على شكل طلب اوردر، فيشوف الموظف وبعدين يدخله في السيستم. فمعناها انت لازم تحسب حسابك انه في يوم او يومين عمل قبل نهايه الشهر حتى ما تروح عليك النقاط، واضح؟ يوم او يومين عمل حتى ما تروح عليك النقاط، حتى شيء يكون عليه بعدين ينزلونها ويرسلوا لك. فمن هذا الاوردر تشيكه. المهم في الموضوع هذا اللي هو ريديم كيت كود، استاذ محمد معاك الاخت سميحه سجلت اونلاين، لازم تسوي هذا الريديم كيت كود. اللي هذا اللي لما تدخل عليه الريديم كيت كود، طبعا انا الحاله عندي مفعله، وسبحان الله لما فعلت صار يحط لي هذا IOC، يعني انت مفعل هذا النظام برشيز اوريدي، يعني انا اشتريت عن طريق تركيا وفعلت، يعني الحمد لله قاعد تنزل لي عمولات من هذا ومن ذاك من النظام الثاني الجديد. بس قصدي انه يعني هنا يكون سكسسفول، يعني او الحاله ناجحه او الحساب مفعل. لو ما مفعل راح تجون راح تلقون هنا كلها مربعات تحتاج ايش تمليها. الان طبعا انت سجلت دايركت، اللي سجل دايركت على طول ايضا يتفعل، ما يحتاج لهذه الخطوه. قاعد نتكلم على الارقام اللي مسجله باديه 818 اللي هم الاونلاين. لما يدخلون على الريديم كيت كود هذا راح يلقون هنا لازم يختار الكنتري، من وين اشتريت الميت نقطة؟ إذا كنت من ماليزيا مو الميت نقطة، من وين اشتريت اللي هذه باثنين وستين رينجت؟ بتكتب طبعا ماليزيا، بعدين انتم شايفين يعطونك الكرت الأزرق في رقم، تدخل رقم الكرت الأزرق هنا في كيت كود، يعني رقم الكود اللي يعطوك إياه اللي بالبطاقة الزرقاء موجود بالفاتورة، لأنه لازم الآن يعطونك في ماليزيا مباشرة بالتسجيل يعطوك رقم بطاقة، بعدين تدخل الكاش بيل اللي هو رقم الفاتورة، تضغط عليه خلال يوم 24 ساعة راح يتم أو 48 ساعة راح يتم التفعيل. وإذا ما تم التفعيل عيد المحاولة، معناها دخلت رقم خطأ، لأن أحيانا رقم الفاتورة يكون طويل جدا، فأنت جوز ما تنتبه دخلت رقم خطأ، لأن هذا دقيق. هذا إيش يسوي؟ الفواتير يا أخوان اللي تطلع لنا اللي تنطبع تشوفونها تستلمونها، هذه تطلع من السيستم وراح يتخزن رقم الفاتورة بالداتا بيز. أكو داتا كبيرة جدا تجمع المعلومات، الأعضاء والمبيعات، هذا موجودة في قداح الداتا سنتر الخاصة في الشركة. فطبعا هذه الفاتورة لما طلعت لك من أي فرع في ماليزيا انحفظ الرقم بالنظام. فأنت لما تجي تفعل تدخل رقم الكاش بيل، هو إيش راح يسوي؟ عملية اكتفيت بحث حصلها، أيوة فعلا هذا فعل واشترى العضو، يعني مو انسان. تعرفون في ناس كثير وهمين ريبورت يريد يضحك، يعني انا احيانا للتعليم اريد اسوي اشرح كيف التسجيل، اسجل لشخص يعني هشكل وهمي ويطلع انه مسجل كذا، بس هذا مو حقيقي. اذا ما اشتري له رقم كيت كود افعل ب 62 رنجت، او اذا كنت من دول الخليج لازم اشتري ب 100 نقطه فاتوره ب 100 نقطه. وبهاي الحاله طبعا من تختار مثلا UAE الامارات ما راح يطلع لك ثلاث خانات، تطلع لك خانتين على طول، الكاش بيل والبلد، لانه هناك ما عندهم الدليل المعلومات على طول ال100 نقطه. فاول فاتوره يشتريها اللي مسجل اونلاين مهمه جدا يحتفظ فيها، لانه اذا ضاعت ما في غير يراجعهم، والله يعينه يشوف بعد انت يطلعوا لك اياها ولا ما يطلعوا لك اياها، ويلقونها ما يلقونها، فانت تحافظ عليها في سبيل تفعيل عمولة. اذا ما سوى هذه الخطوه لن يستلم عموله حتى لو سجل اعضاء، وفي ناس مساكين راحت عليهم عمولاتهم، وفي احيان راحت عمولات لمده 6 شهور 5 شهور هو ما مفعل هذا الشيء، فغلط. اول خطوه يسويها بعد بس يعني استعادة الشهور اللي راحت، والله حاولنا احنا قلنا هذا يعني شيء اعترضنا عليه، قلنا هذا ما يصلح، وكلمنا احمد المسعدي وتواصلنا مع الاداره،
انه ما يصلح، انه الناس اصلا ما كان عندهم فكره عن هذا الموضوع، بل حتى المكاتب في الخليج ما عندهم فكره عن الاونلاين، ويعقدون الناس وما يرغبوهم فيه، بينما هو سهل. الان احنا بعصرنا قاعد نتكلم عن تسويق ام الام، يعني ما نقدر. وبعدين في دول اصلا ما فيها دي اكس ان، انا من وين اجيب له فرع اوديه ادخل حطه فرع؟ يعني معناه هذول ما راح ينحرمون. يعني الان في الجزائر كيف يسجلون؟ في المغرب كيف يسجلون؟ في لبنان كيف يسجلون؟ ما في اصلا فرع يروحوا له حتى يسجلون. ولا تقول للناس تعالوا سافروا لماليزيا حتى، لازم يسجل اونلاين. فهو بس يسوي هذه الخطوات المشكله محلوله. اذا عمل هذه الخطوات المشكله محلوله، وما عنده اي شيء، بس تتفعل من حقه يطالب كل عمولاته. نعم ايه، بس اقم الفاتوره ويفعلها والله، والامور تمشي. يعني ما فيها اي حرج. اذا طبعا خلصنا من هذا، نكون خلصنا من اهم الشغلات اللي موجوده في الاي وورد. اذا احد عنده سؤال او شيء، حتى قبل حتى بعد هذا انتقل الى، اذا في اوراق جميله تجيب لهم عمليا الان. احنا طبعا تمنيت انا يكونوا الشباب معاهم اللابتوبات ويفتحون. انت فاتح على حسابك؟ لا. طيب اي اوراق هذه المقصصه صغيره، بس اللي معاه حساب اخواني يدخل على حساب، وخلنا نسوي شيء عملي، تطبيق عملي. احنا قلنا الافعال الضروريه، ها ايش في تجيب لهذا الرمز عمر؟ متابعة المسجلين، متابعة المؤهلين، بناء على هذه الأشياء النظرية أو البيانات راح نعد خطة. طيب الآن تدريب رقم واحد اللي الشباب اللي فاتحين السيستم عندهم. شباب فاتحين السيستم عندكم؟ من فاتح السيستم؟ خلي يجي عمر. أنا بس أخ محمد، أنت كم عضو معك؟ واحد. ألا يعني طبيعته الخاصة، مجتمعه، فيشوف الطريقة المناسبة ويحاول يشتغل عليها. بس بالنهاية لازم، إذا تريد شيء من ديكسن لازم تعطي من وقتك، لازم تعطي من وقتك لها. اكتب تأثير عملية التغيير المتوقعة. أنت الآن عندك عناصر قوة ونجاح، حاول تسجلها حتى تنسخ التجربة لأعضائك. ترى هي عملية استنساخ شغلنا، بكرة أعضائك يسألونك شنو تجاربك، فحاول تدونها تقيدها. طيب صناعة النجاح، دراسة أنواع المعلومات اللي يمكن استثمارها والمناسبة لك. الأخ قبل شوية يقول لي، يعني نبهني إلى مسألة، قال لي أنا لاحظت من خلال صعود ونزول المبيعات الشخصية عندك ما أثرت على الدخل شيء كبير، فمعناها مو هي العامل المؤثر، ابحث عن عامل مؤثر آخر. يعني لا تنتظر أنه، فيعني انا وافقت في هذا الشيء وقلت له ممكن عامل الحجب هو السبب. ابحث عن مخطط للنمو الناجح من خلال التجريب او المحاكاه. الان عندك طريقتين حتى تعرف الخطه المناسبه، لانه هسه شوف احنا ترى هذا المثال اللي اخذنا عليه عمر وقصنا عليه وقلنا عمر في عنده خطين، خط ب 2100 وخط عنده 700، وهذول لازم يشتغل عليهم خلال الشهر الجاي بناء على المعلومات الموجوده اخذناها من سيستم الاي وورد، قدرنا نوصل لهاي النتيجة. بس هذا الخطة اللي حطيناها ممكن ما تكون هي الطريقة، يعني قصدي للوصول إلى هاي الأهداف. قد تكون عدة طرق للوصول إلى هذا الهدف، إنه نخلي هذول الاثنين هم يوصلون إلى مرحلة الاستراتيجية. ذكرنا طريقتين صح؟ إنه ممكن إحنا نشتغل عليه ونسجل ناس تحته ونسوي له عملية حقن، وممكن هو نفسه نحاول نأكتفه العضو صح؟ إذن عندنا طريقتين، انت راح تنجح بوحده منهم، اللي راح تنجحها اعتمدها اسلوب، طريقه من طرق النجاح اللي عندك. ليش؟ حتى تنقلها لاعضائك، لان هسه انتم راح تشوفون كل الكتب اللي تتكلم عن الام ال ام يقول لك هي عمليه استنساخ. يعني انت لازم تخلي الناس اللي وياك عباره عن نسخه من عمر الحداد في مجموعتك. فراح تشوف هاي التجربه وتحاول تقيدها، وجوز تجرب ثانية وتشوف الثانية أقوى، وهكذا حتى تغير وتنوع بالأساليب حسب الأشخاص وحسب
ركز على عوامل النجاح او العوامل الاربعه اللي حتى تتاكد انك على طريق الصحيح. شنو هي العوامل الاربعه؟ اول شيء لازم دخلي يكون متصاعد. يا اخواني مو مهم، احنا شوفوا مثلا ذكرنا احد الاخوه الاعضاء اللي معانا قلنا يسجلون عنده 2000 رقم صح؟ اوه 2000 عضو كل شهر ما شاء الله. هذا صح، بس زيادة الدخل قاعد يزيد لو لا؟ قاعد يدرس الشهر الماضي اكثر من الشهر. شوف ليش الدخل اعداد اعضائي قاعد يزيد ومجموعتي قاعد تنمو، ليش دخله ينزل؟ اللي قاعد يزيدون مو انت سبب زيادتهم، اللي قاعد يزيدون معناها اعضاء قاعد ينمون عندك، عمولتهم راح تزيد راح تقل عمولتك، لان هي 70% ترى يا جماعه تتوزع عليك انت ومجموعتك. فاذا طلع واحد صارت عمولته 50 من وين ياخذها؟ من 70. فهو معناها اذا مجموعته قويه راح تنقص عليك. انا شنو مطلوب مني دائما؟ مطلوب مني دائما افتح خطوط جديده. لازم تخلي بينك وبين اي عضو قريب لك على الاقل مرحلتين حتى تبدا تستفيد بشكل صحيح. فكل ما تزيد مبيعاته كل ما انت تزداد ارباحك. اذا عامل زياده الدخل من اهم العوامل اللي ياكد اني انا على الطريق الصحيح. كل شهر اذا دخلي قاعد يزيد معناها انا ماشي بشكل صحيح. واضح؟ فهذا الطريق له. يعني هاي العوامل الاربعه مشتركه، زياده الدخل مع زياده عدد الاعضاء معناها ماشينا صحيح. نعم تفضل. مثل مثل ما هي هذه لو معاك مجموعة شخصية هذه هي يعني الآن شوف الماسيين خصوصا مثلا أخونا بونس وصل الآن ماسي ذهبي صح؟ كرام ملكي. طيب ماسي ملكي الآن هو نسبته عالية جدا، أحلى شيء أحلى شيء الآن هو يشتغل على مجموعته الشخصية، عمولاته تكون قوية جدا. كل ما زود عدد الأعضاء عنده بالضبط، طبعا احنا نحتاج شرح الخطة التسويقية الآن ما أريد أدخل في تفاصيلها. كل ما راح تزيد نسبته، لأنه هم إيش مسوين العمولات على التحت تزيد بازدياد الفروع اللي يعني رابطينها ربط عجيب. شوف الأفق يزيد النسبة، واضح؟ كيف يزيد نسبتك من الأرباح؟ لازم يصير عندي ماسيين كثر. طيب والعمق شو يزيد؟ لا العمق يزيد حجم المبيعات، حجم المبيعات. فأضرب لك مثال، أنت ماسي نسبتك 37%، حجم المبيعات عندك مثلا 10,000 نقطة، واحد ستار روبي عمولته 35% حجم المبيعات عنده 100,000 نقطة، هذا حصل أكثر، هذا دخل أعلى، لأن حجم المبيعات عنده العمق عنده أقوى من عندك. فهي الشغلة مربوطة، أنت لازم تشتغل فوق وتحت. مو في نظام اسمه الحجب، بس هو بياخذ 5% على الجيل الاول، ياخذ اخذ 5%، اخذ 5%. لكن انت شايف الزياده في الماسيين، انت تعرف بعض الاجيال في الماسيين الان ابو انس ياخذ عليهم اللي تحت يمكن 8.5 8.5 ازيد من اللي فوق اللي تحت اللي موجودين. طيب معناها فايدته من اللي تحت اكثر من اللي فوق. طيب ايش استفاد من الفوق؟ الفوق استفاد منهم في زياده النسبه، لان هاي النسبه 8.5 ما حصل عليها الا لما كان عنده 10 ماسيين بالافق. طيب لكن اذا فرضا الماسيين اللي تحته واصلين نفس الرتبه اللي هو واصلها راح يحجبون عنا اللي تحت، فما راح ياخذ عليهم علامات قياده، راح ياخذ بس على جيل واحد. الماسي اذا وصل نفس الرتبه اللي انت واصلها او اعلى راح يحجب عنك اللي تحته، لانه هو راح ياخذ الحمولات. اي تاخذ بس الجيل الاول، ما راح تاخذ اللي تحته. طيب هو تحت اسمه دول الان ابو انس،
فلما يجي واحد ماسي ويسكر عليه خلاص قفل عليه العمولات كلها. واضح؟ الآن أبو أنس الرتبة اللي وصلها في ناس في وصلة لا لا ما وصلوها اللي أعلى منه فقافل عليهم ومسكر عليهم على كل الماس تحته. يعني أنا أعرف شخص هو أبلاين لأبو أنس ما قاعد يتخلى عشر الدخل اللي يتخلى أبو أنس، حجبهم كلهم عنا، دول كاملة وقفها عنا. فهي هذه الشغلة أنه لازم يفتح خطوط جديدة للماسي اللي معه. طبعا هي أنت تشوفها لو تنظر للسيستم تلقى عادل جدا. ليش؟ لأنه مو معناها أنت وصلت فوق ما تشتغل وتريد تجيك أرباح، لازم تشتغل. وعلى أساس الجيل الأول اللي هو جهدك المباشر راح يقيمونك ويحطوا لك النسبة مالتك. وإذا كانت نسبتك عالية قلت لكم بالضبط مثل شخص مقاول ماخذ مقاولة، خلاص راح تستفيد من اللي تحتك. إذا نسبتك قليلة ومتساوية مع اللي تحتك ما ممكن. إذا هو يعني أنت ويا نفس الرتبة ما راح تأخذ منه شيء، لأن هو راح يريد عمولات نفس. فأنت لازم تخلي فارق بينك وبينه. هذا الفارق من وين يجي؟ من إيجاد مجاميع شخصية جديدة باستمرار. والمجاميع الشخصية الشغل فيها حلو، في ناس وصلوا الآن كرام أمبسدر وإلى الآن يضمون أعضاء، صدقون واصل سفير تاج وإلى الآن يسجل أعضاء، عمولته 70% اللي يدخلوا يا أخذ 6 والباقي له. أي يعني أرباح هالة ياخذ خلاص. أي فأنت تركز على زيادة دخلك، زيادة أعضائك، زيادة رتب الترقي في الشبكة، وأنت في المقدمة. إذا أنت تأخرت هذه العوامل ممكن كلها تنقلب ضدك والدخل يبدأ ينزل. هو طبعا أول مؤشر زيادة الدخل، والدخل يبدأ ينزل. لازم يترقون بالإضافة إلى ترقياتهم. لأن شوف أنت اللي يترقى، اللي يترقى معناها إيش؟ يزيد عدد الماسين عنده. وين يزيد عنده؟ بالقاعدة. زاد عنده بالقاعدة وأنا النسبة مالتي زايدة، يا حلاوة. خلاص اللي كان يعني صوروا هذا مثلا التربل دايمون، الآن لو أنا مثلا أعلى منه معاي 7 و8 ماسين واصل مثلا ماسي ذهبي، صح؟ معناها أنا استفاد من 6 ماسين. طبعا هذول 6 ماسين أكيد هم مو يعني مو غشمة، يعني وصلوا هاي المرحلة ناس أكيد أذكياء سمارت وأقوياء وعندهم مجموعات قوية ويريدون يوظفون ناس ماسين تحتهم. معناها راح تزيد أرباحي في العمق، وهكذا تبدي تتضاعف. لذلك أنت تشوف بعض الناس يعني اللي يذكر أبو أنس أول ما جانا كم كان دخله قبل سنتين؟ 24. أنا أذكر 24، يعني 24 يعني كل شهر كان يقول لي 30 40 60. شايفين الآن طبعا لما قعدنا وتناقشنا هذه الجلسات هي المهمة، خلاص ما عادت مهمة المحاضرات التعريفية وشرح النسب وكذا. التزام بجهد شهري محسوب، الجهد الشهري محسوب راح يكون ضمن خطة. نشر الوعي في استخدام الأمثل لخدمات هذا النظام، احنا لازلنا مع هذا الشرح اللي شرحته الآن يعتبر طويل جدا، ما نفقه حقيقة أكثر من 50-60% من معلومات اللي تخصها بالنظام. في أسرار، في تكنيكات، أعتقد لو نقعد مع ناس ياريت بالمستقبل، يعني لما نقعد ويا ناس مثلا كراون بوسدر واصلين مراتب عليا خصوصا حقيقة الأجانب اللي دخلهم اللي وصل فوق 80,000 دولار 100,000 دولار، نقعد نسألهم هاي الأسئلة الدقيقة. كيف تتابع مجموعتك؟ كيف تستخدم نظام الإيوار؟ كيف تستخدم؟ لأن هذه هي الأسرار النجاح يا شباب. يعني بعض الشباب يسألونه بس شنو كم الدخل؟ مو مهم أنا كم الدخل، أنا أريد أعرف الاستراتيجيات اللي قاعد، يعني من المعلومات اللي سمعتها عن لازلو حقيقة أذهلتني لحد الآن لم أجد لها تفسير، أنه خلال 3 شهور كان معاه 5,000 عضو في تركيا. كيف قدر يسوي 5,000 عضو خلال 3 شهور؟ طبعا كان يسوي محاضرات في المدن التركية. لازم يكون دينامو دعوة. ها؟ دينامو دعوة. مو بس هذه، يستحيل هذا جهد شخص، هذا جهد مجموعة. لا هو مجموعة بس تكون قوية تعمل اي بس في واحد. احنا خلينا نكون عمليين اكثر. ايش التقنيات اللي استخدمها في متابعة المجموعة وتحفيزهم ونقل التجارب لهم حتى خلاهم يصيرون نسخة من لازلو؟ لانه هذا مو جهد شخص.
مستحيل يقسم لي 5000 على كل يوم كم شخص. انت قاعد تقنع شخص وشخص فعال. هذا الشغل. احنا طبعا في ناس عندنا الان العرب يحتاج لسنة حتى يدخل 5000 شخص. فهي هي احنا شوف الان انا مو مسألة ادعاءات، انا اريد استراتيجيات. انت تقول لي دينامو، هذا كلام. قل لي كيف، قل لي سوى دخل استخدم فلان سيستم وكان يقعد مثلا الساعة كذا، كان فلان استراتيجية نقلها لأعضاء، وفلان تريننج تدريب استخدمه، وكان يستخدم فلان نظام في المتابعة. يعني احكي لي شيء عملي. كلام عام ما اقدر افسره الى واقع عملي، اقدر انا مثلا استنسخه، اقدر انقله كتجربة للأعضاء. ف طبعا تحدد مستويات بالدخل والرتب لقياس الجهود. ايش احدد رتب؟ يعني لازم، ليش شوف انا قلت للعمر، قلت له لازم انت شهر ابريل تصير ستار دايمين. طبعا هو مو بالضروره راح يصير هذا، هذا كل شيء بتقدير الله عز وجل، شوف والله ايش كاتب. بس اذا ما حط تاريخ راح يظل الموضوع مفتوح، لكن اذا حط تاريخ راح يقول والله انا قصرت، وكان سبب التقصير 1 2 3، والخطة لازم تتعدل من ألف إلى باء. هو هذا ترى الخطة أداة قياس. بدون خطة وبدون تاريخ موجود لتحقيق هذا الهدف، أنت واحد قاعد يشتغل عبث، مثل واحد شغل سيارته يسألونه يقولوا له وين رايح؟ ما أدري. يا جماعة قاعد تمشي، أنت قاعد تصرف بترول، وين رايح؟ وإلى وين تريد توصل؟ ما أدري. يمتى راح توصل؟ ما أدري. بينما بيفرق شخص وين رايح على بنين، كم الطريق؟ 5 ساعات. وين راح أوقف؟ راح أوقف فلان محطة، راح عبي بترول، راح نصلي بفلان. يعني كل جدول موجود عنده وعارف وين يمشي ويمتى راح يوصل. لكن اللي ما يدري يمتى راح يصير ستار دايمون، ولا يدري دخله كم راح يصير، ولا الأعضاء اللي راح يشتغل عليهم، ولذلك تشوفنا نعد سنوات ونحن في مكان الروح. فإذا لازم تحدد مستويات بالدخل والخطة. ويعني في هذا أختم، أتمنى يعني إن شاء الله أن الصورة وصلت لكم بشيء عن هذا النظام. نظام حقيقة راقي ولا أروع منه. لحد الآن ما أخذ حقه بالشرح والتوضيح بين الأعضاء العرب. نفس الشيء ما في دراسات الآن عندنا مرتبطة بالمعلومات اللي ناتجة عن هذا النظام. إذا أحد عنده سؤال أو شيء قبل أن نخلص، في أحد عنده سؤال؟ ها؟ طيب أنا كنت أتمنى طبعا كلكم تسوون تدريبات، لكن الوقت ما أسعفنا في جماعة. شكرا يا ربي، شكرا أهديت قلبي، شكرا طورت دربي، شكرا شكرا يا ربي، شكرا يا ربي، شكرا.